مرحبا، يسعد لي صباحكم كل اوقاتكم متابعيني الكرام. وصفتنا اليوم دجاج محشي بالرز وبتتبيلة كتير روعة، وعن جد هاي الأكلة بتاخد العقل ومن أطيب وأروع الأكلات اللي ممكن تعملوها وما بينشبع منها، وبتصير كمان للمناسبات وللعزايم، وبنصحكم جربوها. وهلأ تابعوا معي الفيديو للأخير وانتبهوا على كل المراحل. المقادير على الشاشة بتلاقوهم كمان بصندوق الوصف. أول مرحلة بنحتاج لدجاجة وزنها بين الكيلو 200 والكيلو ونص، ومنضيف عليها ربع كوب خل أبيض. ومنضيف كمان مي ومنغمرها بالمي كتير منيح. ومنتركها تنتقع لمدة ساعة حتى نتخلص من زفرة الدجاج. وبعد ساعة لاحظوا كيف تغير لون المي، ومنغسل الدجاجة كتير منيح ومننشفها. وهلأ هيك صارت جاهزة للتتبيل، ومنضيف عليها ملعقة كبيرة ملح، وملعقة صغيرة بابريكا، ونص ملعقة صغيرة من فلفل أسود وزنجبيل، وسبع بهارات وكركم، وأربع سنون ثوم مهروسين، وملعقتين كبار معجون طماطم، وملعقتين كبار لبن زبادي، وملعقتين كبار زيت زيتون أو زيت نباتي، وملعقتين كبار خل أبيض. ومنفرك الدجاجة بالتتبيلة كتير منيح. ومنحط شوي من التتبيلة تحت الجلد، ومنحط كمان داخل الدجاجة. وهيك صارت جاهزة ومنحطها على طرف. وبعدين مننتقل لتحضير الرز، ومنحط بطنجرة ملعقتين زيت وملعقة كبيرة سمنة، ومنحط كمان بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم، ومنقلب شوي حتى تدبل البصلة. وبعدين منضيف جزرة مقطعة مكعبات ومنقلب. ومنضيف كمان كوب بازيلا ومنقلب. ومنضيف ورق غار وعود قرفة وهيل وقرنفل وفلفل أسود، ونص ملعقة صغيرة سبع بهارات. وملعقة صغيرة ملح. ومنقلب حتى تطلع ريحة البهارات. وبهاي المرحلة ممكن تاخدوا ملعقتين من الخضار للتزيين. وبعدين منضيف 3 أكواب رز بسمتي منقوع مسبقا لمدة نص ساعة بمي وملعقة ملح، ومنقلب حتى يتحمص الرز شوي. وبعدين منضيف لكل كوب رز كوب ونص مي سخنة، ومنقلب ومنتركه يغلي على نار عالية حتى تنشف المي شوي. وبس تنشف المي شوي بهذا الشكل، بناخد 7 أوت من معالق كبيرة من الرز، يعني الرز اللي بناخده لازم يكون مستوي بس نص استواء. ومنحط الرز اللي أخدناه على طرف ومنتركه حتى يبرد. وبعدين منخفف النار كتير ومنغطي باقي الرز ومنتركه حتى يستوي بشكل كامل. وبعدين بنبدأ نحشي الدجاجة اللي تبلناها، ومنحط حشوة الرز بعد ما يبرد بهذا الشكل، ومنملي الدجاجة بالرز لثلاث أرباعها بس. ومنحاول ما نضغط على الحشوة، ومننزل الحشوة بهذا الشكل بدون ضغط. ومنحط كمان شوي من الحشوة تحت الجلد، بس ما منكتر حتى ما يتشقق الجلد معنا. ومنسكرها بهذا الشكل،
ومنسكرها كمان بأي عود خشبي متوفر عنا. ومنقص العود إذا كان كبير، وبعدين نربط الفخذات بهاي الطريقة. وهيك صارت جاهزة. بعدين بنحتاج لأي صينية متوفرة عنا، ومنحط حلقات بصل بهذا الشكل، ومنحط الدجاجة، ومنحط كمان باقي التتبيلة. منوزع التتبيلة على الدجاجة بشكل كامل. وممكن كمان تحطوا نص كوب مي بالصينية، بس أنا ما حطيت لأن الصينية اللي استخدمتها تيفال وما بتلزق. وبعدين منغطيها بورقة زبدة وقصدير، وطبعا منحط ورق زبدة حتى ما يلامس القصدير الأكل مباشرة. وهلأ على الفرن. منحطها بالفرن المحمى مسبقا على الرف الأول على درجة حرارة 220 لمدة ساعة بالبداية، والنار من تحت بس. وبعد ساعة منشيل القصدير وورقة الزبدة، ومنخفف النار للمية وتمانين، ومنتركها لمدة نص ساعة أو ساعة أو حتى تتحمر. وطبعا النار بس من تحت، ومن حرارة النار اللي تحت راح تتحمر الدجاج بشكل كامل. وبعد ما يستوي الدجاج منحضر الطبق، ومنسكب أول شي الرز، ومنحط الدجاج اللي اتحمرت بهذا الشكل، وندهنها بالسوائل اللي بقيت بالصينية. شايفين لونها ما شاء الله عن جد بيشهي القلب. ومنزينها بالبقدونس والبندورة، وبتتقدم. وصحة وألف عافية. وهلأ صار لازم نقسمها حتى تشوفوا شكلها من جوا كيف. ولاحظوا كيف الرز مفلفل وبياخد العقل، وعن جد هالأكلة من أطيب وأنجح الأكلات، وبنصحكم جربوها. ولاحظوا كمان كيف الدجاج مستوي والعظم مفصول عن اللحم، عن جد ما شاء الله ولا أروع من هيك. كالعادة حبيت أتشكركن على تعليقاتكن الحلوة، واخترت التعليقات بشكل عشوائي وحطيتن على الشاشة، واللي بيحب يطلع اسمه بالفيديو القادم يكتب لي بالتعليقات، ويكتب لي كمان من وين عم بيتابعني. وهلأ هيك خلاص الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكن، ولا تنسوا تبعتوا لي صور تطبيقاتكن على حساب الانستجرام، راح أحطلكن حساب الانستجرام بصندوق الوصف. ولا تنسوني كمان من اللايك والشير والاشتراك بالقناة، وبشوفكم فيديو جديد. يلا باي باي.